يكاد المكان يتحول إلى قفر ينذر بالموت والهلاك دون حياة. بفعل هذه الكثبان الرملية، قرية الوعر التابعة لمديرية تبن تتحول تدريجياً إلى بيئة طاردة للسكان ولا تحمل شيئاً من مقومات الحياة. رمال ناعمة تحملها الرياح فقط تشكل طابع وهوية المكان الجديد، ولا تسمع هنا في أرجاء المكان سوى جزء من صفير الريح. الكثير من الشكاوى قدمها هؤلاء المواطنون للدوائر الحكومية للقيام بدورها في مواجهة الكارثة المحتملة، لكنهم على ما يبدو عجزوا عن إيقاف زحف الرمال المتحرك. هذه المشكلة لها فترة طويلة ولم تحل، لأن قدمنا إلى الجهات المختصة في المحافظة، صح أعطونا دعم جرارات وقرافات، لكن الدعم لهذه العملية تقرف هذا تبعد قليل، لكن بعد فترة مكان يعود من جديد. وهذه الرمال يعني أدت إلى نقل كثير من المواطنين إلى أماكن أخرى، وبعض المواطنين مدفون بيوتهم من عندهم إمكانية أنهم ينقلوا، والآن أصبحوا مهددين بهذه الرمال، ما عندهم إمكانية. ونحن نطالب الجهات المختصة وأي إنسان يحب الأجر وأي منظمة تحب الأجر وأي حاجة، المهم أنهم ينزلوا ويغيثون. أكثر من 25 منزلاً تسببت هذه الكثبان في دفنها كلياً، فيما تبقى العشرات عرضة للاختفاء كهذه التي تحاصرها الكثبان من الرمل. قمرت الرمال المتحركة كثير من المنازل وشردت بعض الأسر، وفي هنا حوالي 25 بيت أو أكثر يعني قد قمرتهم الرمال ونزحوا، والآن تهدد مجموعة كبيرة من المنازل. على هذا الطريق الرئيسي الرابط بين مديرية تبن وبقية المديريات المتاخمة، تتسبب الرمال بالجزء الأكبر من ارتفاع نسبة وقوع حوادث السيارات، خصوصا بعد أن واصلت الرمال زحفها باتجاه الطرق. حسب ما أشوف الرمال هذه المتحركة سببت كثير من الحوادث، وآخر حادثة قبل أسبوع استوت بسبب تضييق الخط، وبعض الناس القرب الذين يمروا من الخط هذا يكون مش عارف بالطريق هذه، فيحصل لنا إيش يصادف رك الرمال بحاول إنه يهرب، ما فيش فائدة، فيحصل هناك حوادث انقلاب. اتساع رقعة الزحف المتواصلة للكثبان الرملية يشكل هاجسا مقلقا للأهالي الذين لا سبيل لهم سوى البحث عن أماكن أخرى للعيش، سيما وقد ضيقت الرمال حصارها بمنازلهم وانعدمت الحلول الفعلية من قبل السلطات المختصة تجاه هذه المشكلة الدائمة.